صعب باختصار شديد جدا بعد المباراة. حصل حديث بينه وبين مستر ريكاردو من خلال المترجم بتاعه. الموضوع باختصار ان هو قال لي هاي النهارده وكنا على نفس المستوى وان شاء الله نتابعك الفترة الجاية. انا ردت عليه وقلت له متشكر جدا، مبروك عليك النادي الاهلي واتمنى لك التوفيق القادم. كان الموضوع كنت داخل غرفة الملابس وحصل قدام غرفة الملابس بس بشكل، والموضوع انا شايف انه مفهوش لغط خالص. راجل مستر ريكاردو راجل محترم جدا، راجل بيقدم سياسة جميلة موجودة في اوروبا. طبعا السياسة هي ان هو اي مدرب بيشيد بالفريق بيروح بنفسه لاي لعيب مثلا كان عامل اداء كويس او اي لعيب شايف ان هو هينجح خطط المستقبلية لفكرة ضمه في المستقبل النادي، وبيروح يحفزه معنويا وبيشيد بأدائه وبيرفع من شأنه. 24 سنة أنا بلعب سيرت باك، وممكن ألعب في كذا مكان، تدربت في كذا مكان، ممكن ألعب ديفندر، ممكن ألعب باك رايت. سيرت باك هو المركز بتاعي يعني. لا انا ايمن. في بعض الاصدقاء كتير في النادي الاهلي، في كتير كريم فؤاد، في كتير يعني مش عارف نرصد اسماء كتير يعني. امنية مصطفى عايز احققها انه طبعا بعد بتوفيق ربنا وكرمه العب دوري ممتاز من خلال بتروجيت. طبعا انا صعب بتروجيت المكانه الطبيعيه بتاعته، والعب تارجت كبير بالنسبه لي العب منتخب مصر. ده طبعا مش هيجي بالكلام، مش هيجي بان انا اقعد واستنى، بالعكس ده لازم يجي بعد تعب وجهد وكفاح، لازم يجي بعد شغل مبذول، وعشان ربنا يكافئنا بالتارجت اللي عايزين نحققه ده. ودايما زي ما قلت لحضرتك قانون ربنا في توفيق، قانون ربنا في نزول التوفيق عن المجتهد، قانون نافذ لا محاله ولا بعد حين. ده دل على شيء طبعا في هدول ان ربنا دايما بيرفع من شأنه المتفائل صاحب العطاء الكبير. فربنا كريم وباذن الله اي حد بيطمح ان هو يحقق اي حاجه ان شاء الله ربنا يكرمه بيها، بس ده مش هيجي غير بالشغل الكفايه. والله حبيبي هي دي طبعا بتدبير ربنا. زي ما قلت لحضرتك انا ماليش بالشغل الملعب بس، وبره الملعب طبعا انا حافظ على نفسي ان انا اطيع ربنا في شغلي، ان انا حافظ على علاقتي بربنا في الجانب الروحاني طبعا، ان انا اكون مبرد اهلي. ده في الجانب اللي بره الملعب يعني، ان انا اطور على نفسي واشتغل على نفسي اكتر، وكل حاجه بقى بتيجي بتدبير ربنا، ملهاش شرط مسبق يعني، في الوقت المناسب كده ربنا يكافئني. وانا بالفعل كان خلال السنوات الماضيه كان بيجي لي عروض من خلال نادي بتروجيت دوري ممتاز، لكن طبعا في ظل السياسه اللي بتروجيت ماشي بيها وفي ظل التارجت اللي بتروجيت عايز احققه اللي هو الهدف الاسمى الصعود لدوري ممتاز، فكان اداره مجلس اداره بتروجيت الموقر كان دايما شايف ان هو ده مش محتاج يفرط في اي لاعب من قوم الفريق بحيث ان هو يحقق التارجت المطلوب، ودي حاجه تحترم طبعا لاداره بتروجيت، وان شاء الله نرجع للمكان الطبيعي. وكان في الفتره اللي فاتت كان عرض من دوري ممتاز فعلا بالفعل من خلال الوكيل، لكن طبعا اجلنا كل حاجه احتراما وتقديرا للمباراه المهمه اللي حصلت مع النادي الاهلي، ان انا اكون قافل على نفسي كويس، ان انا ما اشغلش نفسي بحاجه غير المباراه، واي حاجه ما بتكلمش فيها انا مخرج نفسي بره كل حاجه، انا شغلي بس في الملعب، شغلي خارج الملعب مع وكيلي، واي عروض بتيجي بتكون من خلال اداره النادي يعني مش من خلال انا. والله حضرتك في ظل تلاحم المواسم ما اقدرش ان انا اقول لحضرتك احسن لاعب في الموسم الحالي، في لعيبه كتير كانت ماشيه افضل لعيبه وماشيه بقوه ثابته، لكن زي ما قلت لك في ظل تلاحم المواسم ده بيكون في ارهاق بدني كبير جدا على اللعيبه، بيكون في ارهاق ذهني، فده بيؤدي الى تذبذب مستوى اللعيبه، ما بيخليش مثلا اللعيبه قادره ان هي تخرج كل حاجه عندها. فطبعا لعيبه الكوره المصريه بشكل عام
طبعا الموضوع ده مأثر عليهم بالسلب، ولاعيبة الدوري الممتاز بشكل خاص في ظل تلاحم المواسم، وبالأخص الفرق اللي بتلعب أفريقيا وكونفدرالية بأمانة، وأنا بشفق عليهم يعني، وأتمنى إن هما يعني يحصل تغيير جذري في الموضوع ده عشان راحة اللاعبين، عشان نقدر نستفاد من كل اللعيبة المحترمة المتواجدة في الدوري الممتاز للدوري لمنتخب مصر إن شاء الله بإذن الله، وتحقيق كل الأهداف المطلوبة للمنتخب المصري. عالميا طبعا سيرجيو راموس هو مثل ده، على انا بعتبره محليا كون ان هو نشأ في مصر، وكون ان هو طبعا جنسيته مصري، مش شرط يكون لاعب في مركزي، فمثل ده هو محمد صلاح النجم الكبير اللي دايما بنفتخر بيه ونعتز بيه دايما، فده مثل ده طبعا برضه قدوه في كل حاجه خارج الملعب وفي العقليه وداخل الملعب، فده انا بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه انا شايف ان ده افضل مثل اعلى ان انا اقدر ابدو وامشي على خطى ثابته من خطايا. في كتير، لكن اللي لفت نظري واللي انا كنت حاطط طريقه لعبه ابراهيم سعيد بامانه.